بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. طيب، الحمد لله، هذه الليلة نستطيع أن نلتقي في درس مرة أخرى بعد أن تغيبنا بعض الدروس. طيب، سنأخذ درس الفكاهة، درس الفكاهة، وهذا الدرس الفكاهة في الدرس الثامن، في الدرس الثامن في الوحدة السابعة. طيب، سأقوم بعرض هذا. طيب، هذا هو الدرس. إيفا، خلاص، معروض، أنا معكم. طيب، نبدأ. بسم الله، الفكاهة. الكلمات الجديدة مضحكة، ذو رفاء مرح، حاضر البديهة، دعابة هجا يهجو، الرضا أدعى، عمامة نزع ينزع، خنزير دمامة، لؤم دنا يدنو، شاعر حكى يحكي، صيد بارع، حلو خدم يخدم، عيال ضيعة، فدان غامر غامرة. صوتي واضح؟ هذا طيب، وأنا كمان يريد الدخول. طيب، عرف عن العرب حبهم للفكاهة، فقد وردت كثير من النوادر والقصص المضحكة عن ظرفائهم، ومن ظرفائهم أبو دلامة الشاعر، فلقد كان شاعرا فكها ومحدثا بارعا، حاضر البديهة، حلو الدعابة، أعجب به الخلفاء والحكام، فكانوا يحبون مجلسه. دخل أبو دلامة على الخليفة وعنده جماعة، فقال له الخليفة: إن لم تهجو واحدا منهم قطعت لسانك. فنظر إليه القوم، وكل واحد منهم يطلب رباح وألا يهجو. فقال في نفسه: ليس هناك أحق بالهجاء مني، ولا أدعى إلى السلامة من هجاء نفسي. فكان مما قال: إذا لبس العمامة قلت قردا، وخنزيرا إذا نزع العمامة، جمعت دمامة وجمعت لؤما، كذاك اللوم تتبعه الدمامة. هناك من يريد الدخول. طيب، فإن تك قد وجدت نعيم دنيا، فلا تفرح فقد دنت القيامة. فضحك القوم، ولم يبق منهم أحد إلا قدم له هدية. وحكي أن أبا دلامة كان واقفا أمام الحاكم، فقال له: اطلب ما تريد، اطلب ما تريد. قال أبو دلامة: أريد كلب صيد، أريد كلب صيد.
فقال أعطوه إياه، فقال أعطوه إياه. قال ودابة أركبها للصيد، قال أعطوه، أعطوه هذا خطأ، أعطوه دابة. قال أريد غلاما يقود الكلب ويصطاد به، أعطوه غلاما، أعطوه غلاما. قال وامرأة تخدمنا وتعد لنا طعامنا، قال أعطوه امرأة. قال هؤلاء عيال فلا بد لهم من دار يسكنونها، قال أعطوه دارا تجمعهم. قال فإن لم تكن ضيعة، فإن لم تكن ضيعة فمن أين يعيشون؟ قال قد منحتك 100 فدان عامرة ومئة غامرة. قال وما الغامرة؟ قال ما لا نبات فيها. الغامرة ما لا نبات فيها. قال قد منحتك يا أمير المؤمنين 500,000 فدان غامرة من أرض قبيلة بني أسد. فضحك الحاكم وقال اجعلوا 200 كلها عامرة. طيب هذه وصلنا، انتهينا من القصة. طيب طبعا بحاجة إلى الفهم، بحاجة إلى معرفة المفردات، والآن نريد واحدا أو واحدة تقرأ أولا. تفضل. أنا أستاذ. نعم تفضلي. الفكاهة عرف عن العرب حبهم للفكاهة، عن العرب، نعم عن العرب. عرف عن العرب حبهم للفكاهة، فقد وردت كثير من النوادر والقصص. إذن هنا من النوادر، من النوادر، من النوادر والقصص المضحكة عن براءة، ومن ظرفائهم أبو دلامة الشاعر، فلقد كان شاعرا فكيها محدثا بارعا حاضر البدي، حاضر البدية حلو الذؤابة، أعجب به الخلفاء والحكام، فكانوا يحبون مجلسه. دخل أبو دلامة على الخليفة وعنده جماعة، فقال له الخليفة إن لم تهد واحدا منهم قطعت لسانك. فرأى إليه القوم وكل واحد منهم يطلب رضاه وألا يهجو. فقال في نفسه ليس هناك أحق بالهجاء مني ولا أدعى إلى السلامة من هجاء نفسي. فكان مما قال إذا لبس العمامة قلت قردا وخنزيرا، إذا نزع العمامة جمعت دمامة وجمعت لؤما، كذاك اللؤم تتبعه الدمامة. فإن تكو قد وجدت نعيم دنيا فلا تفرح فقد دنت القيامة. فضحك القوم ولم يبق منهم أحد إلا قدم له هدية. وحكي أن أبا دلامة كان واقفا أمام الحاكم فقال له أطلب ما تريد. فقال أبو دلامة أريد كلب صيد. قال أعطوه إياه. قال ودابة أركبها للصيد. قال أعطوه دابة. قال أريد غلاما يقود الكلب ويصطاد به. قال أعطوه غلاما. قال
وامرأة تأخدمنا وتعدنا وتعد لنا طعامنا. قال أعطوه امرأة. قال هؤلاء عيال فلا بد لهم من دار يسكنونها. قال أعطوه دارا تجمعهم. قال فإن لم تكن ضيعة فمن أين يعيشون؟ قال قد منحتك مئة فدان عامرة ومئة غامرة. قال وما الغامرة؟ قال ما لا نبات فيها. قال قد منحتك يا أمير المؤمنين 500,000 فدان غامرة من أرض قبيلة بني أسد. فضحك الحاكم وقال اجعلوا ال200 كلها عامرة. طيب حاولوا فهم الموضوع لكن بعد إثراء. طيب نريد من الشباب. تفضل يا شباب. هل من شباب؟ لا يوجد. من أخوان فقط. موجود. موجود. طيب تفضل أقرأ. الفكاهة. ما اسمك أنت؟ ما اسمك؟ أديتيا. أديتيا. أديتيا عن فارس. تفضل. الفكاهة. عرف عن العرب حبهم للفكاهة فقد وردت كثير من نوادر والقصاص المضحكة عن ظرفائهم ومن ظرافائهم. أبو دلامة الشاعر فلقد كان شاعرا فكها ومحدثا بارعا هادر البدية هلوة الدعابة وعاجب به الخلفاء والحكوم فكانوا يحبون مجلسه. دخل الأبو دلامة على خليفة وعنده جماعة فقال له خليفة إن لم تهجو واحدا منهم فتعط لسانك. فنظر إليه القوم وكل واحد منهم يطلب رضاه وألا يهجوه. فقال في نفسه ليس هناك أحق بالهجاء مني ولا أدعى إلى السلامة من هجاء نفسي. فكان مما قال إذا لبس عمامة قلت كرادا وخنزيرا. إذا نزع العمامة جمعت دمامة وحمعت نعم. واسل ما عندك. تفضل. جمعت دمامة وجمعت لؤامك كذاك لعم تتبعه دمامة. فإن تقو قد وجدت
نعيم دنيا فلا تفرح فقد دنت القيامة فضحك القوم ولم يبق منهم أحد إلا قدم له هدية وحكي أن أبا دلامة كان واقفا أمام واقفا أمام الحاكم فقال له اطلب أمام الحاكم ما تريد أمام الحاكم أمام الحاكم فقال له اطلب ما تريد فقال أبو دلامة أريد كلب صيد قال أعطوه إياه قال ودابة أركبها للصيد قال أعطوه دابة خطأ أعطوه هذا خطأ أعطوه أعطوه دابة ليس أو أعطوه مثل ما بقي أعطوه هذا خطأ أعطوه. أعطوه دبة قال أريد غلاما يقود الكلب ويصطاد به قال أعطوه غلاما قال وامرأة تخدمنا وتعد لنا طعامنا قال أعطوه أعطو أو أعطوه امرأة أعطوه امرأة هذا هنا كذلك امرأة ليس امرأة لكن امرأة أعطوه امرأة هذا خطب الطيب أعطوه امرأة امرأة هؤلاء أعطوه امرأة هؤلاء عيال فلا بد لهم من داري من دار سكنونها أعطوه من دار من دار من دار يسكنونها من دار يسكنونها أعطوه دارا تجمعهم قال فإن لم تكن ضيعة فمن أين يعيشون قال قد منحتك 100 فدان عامرة وماء غامرة قال وما الغامرة قال ما لا نبات فيها قال قد منحتك يا أمير المؤمنين 500,000 قدان غامرة من أرض قبيلة بني أسد فضحك الحاكم وقال ضحك الحاكم وقال اجعلوا 200 كلها عامرة طيب ممكن باقي من الوقت طيب سنقوم بإسراء المفردات الفكاهة ما هي الفكاهة من يعرف الفكاهة جمعه يعني فكاهات يعني ما زاد سهرة فكاهة ودعابة يعني مزاج مزاح وطرف الكلام هذه نسميها الفكاهة بلغتنا ماذا؟ بلغتنا نحن ماذا؟ لوتشو لوتشو فكاهة يعني للوتشون وأما بالعربية نقول فكاهة يعني مزاح طرف الكلام طرف الكلام
مزاح أو طرف الكلام، هل نسميه فكاهة؟ طيب ذلك نقرأ هنا مباشرة. عرف أن العربي حبهم للفكاهة، عرف ماذا؟ معروف، يعني معروف، ها؟ معروف عن العرب أو معلوم أو علم، علم أن العرب حبهم للفكاهة، يعني العرب يحبون الفكاهة، يحبون مزاحا، يحبون يعني طرف الكلام أو طرف الكلام أو طرف الكلام. طيب، فقد وردت كثير من النوادر، يعني من النوادر، طبعا نادر من النوادر، وهي يعني قريبة من القصص أو القصص أو حكايات مضحكة. والقصص جمع قصة، المضحكة التي أثارت ضحكا، التي أثارت ضحكا يعني المضحكة. عن ظرفائهم، عن ظرفائهم، هنا من كلمة ظرفاء ظريف، يعني فظريف جمع ظريفون، ظرفاء ظراف أو ظرائف. ولد ظريف يعني مفرده ظريف، ظريف ظرفاء. ولد ظريف معناه مليح، جذاب، ذكي، ذكي، وديع، هل نسميه ظريف؟ مضحك عن ظرفائه. طيب، إذا كلمات يعني هؤلاء يعني يحبون الكلام، ويحبون كذلك يعني الكلام الجيد المضحك. طيب، من ومن ظرفائه من المشهور؟ أبو دلامة الشاعر، اسم هذا الرجل الذي يحب يعني فكاهة، على أبو دلامة الشاعر. فلقد كان شاعرا فكها، هذا فكها يعني فكها، معنى فكها فكها، فكهت أفكه وفكاهة، معناه كان مداعبا ومزيحا في حديثه. فكه رجل يعني محب الدعابة، الدعابة يعني يجعل الناس يعني يضحكون عندما يسمعون منه. طيب، طيب، ومحدثا بارعا، يعني محدثا متكلما، وبارعا ماهرا، بارعا ماهرا، حاضر البديهة، أيضا حاضر البديهة يعني يعني جلية، حاضر الجلية يعني بياق، كلامه بين، كلامه ظاهر، كلامه جلي كذلك، هو واضح، كلامه واضح. حلو، حلو الدعابة يعني حلو، حلو نسمعه، حلو كلامه، حلو في ماذا؟ في جعل الناس يعني يرغبون إليه، يعني هذا الدعابة. أعجب به الخلفاء الخلفاء والحكام، الحكام والخلفاء معجبون به، يعني يحبون مع الإعجاب، ليس يحبون فقط مع الإعجاب. فكانوا يحبون مجلسه، إذا كان في المجلس يوجد هذا الشاعر أبو دلامة، يحبون يفرحون ومعجبون به. طيب، دخل أبو دلامة على الخليفة، دخل أبو خليفة يعني أتى أبو دلامة مكان الخليفة، وعنده جماعة ومعهم أفراد، معهم مجموعة من الناس، فقال للخليفة إن لم تهجوا واحدا منهم فقطعت لسانك. فما معنى هجا؟ هجا يهجو هجوا أو هجاء، يعني ما ذكر مساوئه، يعني ماذا نسمي؟ شتمه، يعني إذا لا يشتم، إذا لم تشتم أو تذكر عيبا واحدا، عيب واحد منهم قطعت لسانك. على خليفة، خليفة سيقطع لسان
أبي دلامة إذا لا يهجو أو إذا لا يذكر عيب واحد من الناس من في الجماعة. فنظر إليه القوم وكل واحد منهم يطلب رضاه، يعني يطلب رضاه من الخليفة، من الخليفة أو من أبي دلامة، حتى لا يهجوه، حتى لا يذكر يعني سوءه أو عيبه أمام الناس أو أمام الخليفة. فقال في نفسه: ليس هناك أحق بالهجاء أبي الهجاء مني. يعني ماذا لكن قال في نفسه، لا يقول أمام الناس يعني أن أبو دلامة هو الذي يستحق بالهجاء، يعني بذكر العيب عنده، ولا أدعى إلى السلامة، يعني ولا يعني يدعو أو ولا يثير إلى السلامة من هجاء نفسي. يعني ماذا؟ يعني أبو دلامة هو الذي يستحق الهجاء، يعني يستحق ذكر العيب عنده، ولا ينجو منه. فكان مما قال: إذا لبس العمامة قلت قردا. تعرف الإمامة؟ ما هي الإمامة؟ عمامة ما يلف من ثوب طويل على الرأس، يعني هذه نسميها إمامة، يعني هناك التي توضع فوق الرأس، هذه نسميها إمامة. إذا لبس العمامة قلت قردا، قلت قردا. إذا لبس العمامة قرد، كأنه قرد. وخنزيرا إذا نزع الإمامة، إذا نزع يعني إذا يعني ترك الإمامة فيقال له حنزير. جمعت دمامة، جمعت دمامة، ما معنى دمامة؟ يعني سيئا، سيئا وكرما. دمامة معناه يعني الخمرة التي تزين بها المرأة وجهها، هذا نسميه دمامة. جمعت دمامة وجمعت لؤمًا في الوقت، في منا في الوقت جمعت اللوم واللؤم. اللؤم يعني عملوا بلؤم، يعني بحبس بدناء، لؤم يعني دناء، دناءة. وكذلك اللؤم تتبعه الدمامة، تتبعه الدمامة، يعني كأنه يلبس ماذا؟ يلبس زينة، لكن يلبس يعني سيئة، غير جيد. فإن قد وجدت نعيم الدنيا، يعني إذا أنت حصلت على نعيم الدنيا، أرزاق الدنيا، فلا تفرح، لا تفرح. يعني ما معنى لا تفرح؟ لا تشعر بفرح أو بسرور. لماذا؟ فقد دنت القيامة، يعني فقد قربت القيامة، القيامة قربت، لماذا تفرح؟ طيب، هذا بعدين إن شاء الله سنقوم بترجمته إلى الإنجليزي حتى نفهم. فضحك القوم ولم يبق من أحد إلا وقد حدى له هدية. كل واحد يعطي هدية لمن؟ لأبي دلامة. وحكي أن أبو دلامة كان واقفا أمام الحاكم فقال له: أطلب ما تريد. الحاكم قال: أطلب ما تريد. فقال: ماذا؟ أريد كلب صيد وأعطوه إياه، يعني كل ما يريده يعطوه، كل ما يريده يعطوه. أولا يريد كلب صيد، ثم أعطوه خليفة، ثم يعني دابة يركبه كذلك أعطوه، ثم يعني يريد كذلك ماذا؟ غلاما يقود الكلب ويصطاده. أيضا الخليفة قال: أعطوه غلاما. طيب، وامرأة كذلك تخدمنا وتعد لنا طعامنا، تجهز يعني طعاما له. وقال: ماذا؟ أعطوه امرأة. هؤلاء عيال، هؤلاء عيال، ما معنى عيال؟ عيال يعني جمع عيل، يعني عيال الرجل يعني أهل بيته، أهل بيته، أهل بيته، هذا نسميه عيال، عيال. عندك عيال؟ نعم عندي عيال، عيال يعني أهل.
طيب فلا بد لهم، على كثير من يأتي متأخرا، يأتي متأخرا الآن ونحن في سنضيف بعد قليل إن شاء الله. طيب نعم، فلا بد من دار يسكنون، أعطوه دارا يعني دارا يعني بيتا أو سكنا تجمعه. فإن لم تكن ضيعة فمن أين يعيشون؟ ضيعة يعني ضياء، يعيشون في الضيعة يعني في عرض، في عرض مغل، أي ذات غلة على عمله المريحة التجارة، هذا اسمه يعني ضيعة. فمن أين يعيشون إذا لم يكن هناك بدل لعدم الضيعة وأشياء كذا؟ فأين يعيشون؟ قد منحتك 100 فدان عامرة، مئة ومئة غامرة. ما معنى فدان؟ فدان يعني جمع فدن وأفدنة، ويملك فدادين يشار على حرثها وزرعها. الفدان تقدر مساحته بنحو 204,000 متر مربع، يعني فدان هذا عرض زراعة، عرض زراعة مساحته 4,000 يعني 4,200 متر مربع، هذا نسميه فدان، عرض واسع. طيب أين وصلنا؟ عامرة، من عامرة؟ ما يوجد هنا يعني عامرة وغامرة. عامرة طبعا في يمكن أن نزرع فيها هذه الأرض، نعم طبعا يعني عامرة معمورة يعني. طيب وما الغامرة؟ كل غامرة ما لا نبات فيها، يعني عامرة وغامرة. عامرة توجد نباتات كثيرة جدا، وغامرة لا نبات فيها. وقد منحتك يا أمير المؤمنين 500,000 فدان غامرة من أرض قبيلة بني أسد. فضحك الحاكم وقال اجعل 200 كلها عامرة. طيب وهذا إن شاء الله عموما فهمتم يعني معاني هذه، لكن بحاجة إلى ترجمت إلى اللغة المصرية، وسنأتي بالترجمة إن شاء الله بعد قليل. عندنا وقت فقط دقيقتين عندنا وقت دقيقتين. طيب الآن ماذا نستفيد من هذا؟ طيب نجيب على الإجابة أولا، لماذا أعجب الخلفاء بأبي دلامة؟ لماذا معجب فيه؟ عجب من الأخوات والأخوان؟ تفضل. لماذا أعجب الخلفاء بأبي دلامة؟ ما الذي طلبه الخليفة من أبي دلامة؟ لماذا لم يهج أبو دلامة أحد الحاضرين؟ ولماذا هجى نفسه؟ بماذا وصف أبو دلامة نفسه؟ هل تحب أن تهجو نفسك كما فعل أبو دلامة؟ ما الذي طلبه أبو دلامة من الحاكم؟ هذا أيضاً هذا دخل في نهاية طيب ما الذي طلبه أبو دلامة من الحاكم؟ بماذا تصف أنت أبا دلامة؟ طيب إذا ليس هناك من يجيب، نحن بقي دقيقة واحدة ونختتم بدعاء كفارة المسيح، لكن سوف نستمر في ترجمة، في ترجمة يعني هذه القطعة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك،
والعفو منكم، الله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. وفيكم بارك الله.